تفوق يديرها وبقى في دارك ما تخرجي على الضروره ردوا بالكم هذه المرض راه خطير نجيبوا احد شي شاو صافي غادي تشري لك الكمامه ما تبغي ديري تعودي السوق ديرها وما تخلطوش مع بنادم ثاني وحده المرحش ها هي موجوده هاك المرحش ما تخلطوش مع بنادم لا ما تخلطوش مره ها الكمامه ديرها عاد هود السوق واخا تيفوت هذا المرض هذا هو ان شاء الله وحنايا ان شاء الله الرحمن الرحيم حنا داخلين باش نعقموا لكم واخا شوف واحد تفتح لي ديكم ولا الساكنة ديال سوق الباكا نتمنى تستمروا ان شاء الله وهادشي يمشي لدواوير واحدة اخرى ان شاء الله يستافدوا منها التعقيم اللي هو في صالحنا من اجل تجاوز المرحلة العصيبة في التاريخ ديالنا كنشكركم ان شاء الله الرحمن الرحيم غنقوموا بواحد الحملة ديال التعقيم ديال 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 الأزقة وديال الأماكن العمومية اللي كاينة في الدوار ديال بدور جوابر ونقوم كذلك بحملات تحسيسية من أجل التوعية ديال السكان ديال الدوار باش يبقاو في ديورهم في خيامهم ونحاولوا نوزعوا عليهم كمامات ان شاء الله الرحمن الرحيم باش من يديروهم نهار اللي يبغيو يهودوا السوق ان شاء الله الرحمن الرحيم ونتمنوا من ربي انه يهز علينا هذا الوباء في اقرب وقت وهذا هذه الحملات اللي كنديروها من اجل التوعيه ديال الساكنه هذا هو واجب علينا بصفتنا حنايا فاعلين جمعويين لابد علينا ما نوعيو الناس حيت اغلبيه الناس ما عارفينش الخطوره ديال هذا المرض ولهذا قامت التعاونيه المعقول من اجل تنظيم هذه الحمله التحسيسيه وهذه العمليه ديال التعقيم نتمنى من ربي انه يجازينا على هذا العمل وكذلك كنشكر الساكنه على 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 على, 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 على القيام ديالهم بالتعاون معنا ببقاء ديالهم في المنازل ديالهم كما لاحظتوا من دخلنا قبيله اغلبيه ديال الناس ديال الدوار جالسين في الدور ديالهم الا القله هما اللي خارجين اللي تلقى اما غادي يسراح ولا غادي يخرج كتيبه ديالو ولا هذه اما الاغلبيه كما لاحظتوا راه ملتزمه بالحجر الصحي كما تنطلبوا من الساكنه ديال الدوار وديال الجماعه باش 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 يبقاو في المنازل ديالهم اولا في خيامهم يزيدوا يصبروا معنا وحتى يهز علينا ربي هذا الوباء ونتمنوا من الله يكون خير قمنا اليوم بشراكه مع تعاونيه المعقول تعاونية فلاحية قمنا بتعقيم المدينة بالقصر الكبير تنسيق مع الجماعة المحلية بالقصر الكبير وقمنا اليوم دابا حاليا جينا للجماعة ديالنا مع القيادة ديال سوق قبر القب حتى هي عاوتاني كنحاولو نعقمو الفلاح والشوارع وكنساق مع السيد القائد يرفع علينا هذا الوباء دابا سيدي الناس راه متلازمين الديور ديالهم متلازمين الخيام ديالهم بالعربيه ديالنا حنايا بالدارجه دابا يا سيدي اللي تيخرج على اللي عدو على القصوى الضروره وصافي على اما يتسخر اما يخرج الكسيبه ديالو البهايم ديالو اللي عنده شي بهايم راه تيخرجهم واحد من الدار والناقل ولا شي حاجه اللي تنمشيو فيها نتسخروا ولا شي حاجه ما المهم تنمشيو جوج ولا ثلاثه في الطوموبيل تنخليهم يعني ما بيننا وما بينه مترو ونص ما بيننا وما بين الانسان وحاليا وخا تساعدنا وهذه تنخليو يعني المسافه ما بيننا وما بين بنادم ما كاينه ما تنسلموش باليد ولا شي حاجه ولا نكحزوا على بعضياتنا الوالده ديالي هي الاخرى
يعني ساكنه حدايا ما كاملاش حتى 50 متر ما تنمشيش لعندها، تنهضر معاها بالتليفون.